حكايات. حكايات مع أحمد مزنر. إخراج علي العشي. من صوتك والصدى ويا رضا وينك على إذاعة صوت الشعب إلى شعار لعيونك على تلفزيون المستقبل، حفر لنفسه مكانا كمبدع كمبدع ظل، حتى كادت تلك السمة تميز أعماله، حتى تلك القديمة التي أبدعها وباتت على كل لسان. منذ أن أناديكم مرورا بعلو البيارق وصولا إلى حق العودة التي افتتح بها القدس عاصمة الثقافة العربية العام 2009 من مخيم مار الياس في بيروت، عنيت به الفنان المبدع أحمد قعبور. في محلة البسطة في بيروت ولد الفنان المبدع أحمد قعبور العام 1955. والده محمود رشيدي كان عازف كمانجا من رعيل القدماء. يقول كان يمنعنا من رؤيته وهو يعزف، لاحقا فهمنا أن العزف لم يحمل إليه إلا الأسى والمرض، لكن الطفل كان يتسلق شجرة التين كي يتلصلص على والده محتضنا آلته. عن والده صار الصغير يتعلم بعض الإيقاعات وكان يستفسر منه عن نغمات الأصوات، صار يعلمني من دون أن يقصد. وفي الحديث معه يعود بنا الكلام إلى بيروت لنكتشف حنينه إلى حديقة المنزل الأول. الحديقة صارت مركز تجمع المقاومة الشعبية العام 1958. الحديث عن بيروت هو الكلام على مدينة متغيرة، بيروت صندوق بريد العرب وساحة الاختبار وتصفية الحسابات، وهي المقاومة التي لم ترفع الأعلام البيضاء بوجه العدو الإسرائيلي، وهي التي حضنت المخيمات الفلسطينية وأيضا المدينة التي شهدت حروب الخندق الواحد. قلبي بيرتاح لك، أنا بعرف ليش قلبي يرتاح لك. قلبي بيفتح لك، أنا بعرف ليش قلبي بيفتح لك. يمكن لأنك خير، يمكن لأنك بي، يمكن لأنك يا وطن خيرة شباب الحي. يمكن لأنك خير، يمكن لأنك بي، يمكن لأنك يا وطن خيرة شباب الحي. دمك على كفك حكي إنه الشرف عنوان، يا تاج راس المعركة والمعركة لبنان. دمك على كفك حكي إنه الشرف عنوان، يا تاج راس المعركة والمعركة لبنان. يمكن لأنك خير، يمكن لأنك بي، يمكن لأنك يا وطن خيرة شباب الحي. دمك. بداية نرحب بضيف برنامج حكايات من إذاعة لبنان الفنان المبدع أحمد قعبور، لنقلب معا بعضا من صفحات تجربته الغنية بحلوها ومرها، ولنتوقف عند أبرز المحطات التي لن ينساها وساهمت في صقل تجربته وتفكيره في مرحلة من أخطر المراحل في تاريخ لبنان. أستاذ أحمد أهلا بك. شكرا كتير على استضافتك أستاذ أحمد، وهذه الاستضافة بالنسبة لي من عادية، لأنه بصرح إعلامي هو إذاعة لبنان اللي فيها علاقة، العلاقة بهيك بجوارحي. أنا والدي محمود الرشيدي، محمود قعبور الملقب بالرشيدي، من أوائل من عزف كمانجا في هذه الاستديوهات. وأنا كنت في طفولتي يعني 5 سنين و6 سنين يصطحبني الوالد لأتعرف على المناخات الاستديوهات وكيف بيسجلوا. فهيدي بحس لا أنت عم تقدم حضرتك وأنا عم شوف خيالات لناس هكي. بعدني بتذكر يمكن بهستوديو أو بغيره رياض شرارة الله يرحمه عم يعمل أول برنامج وشي اسمه فكر واربح وشي وأنا طفل مشترك.
بتذكر كيف عبد الوهاب سجل وأنا كنت هوني شاهد ولد. فهذا اللقاء وهذا المكان بالنسبة لي هيك له سحره الخاص الحقيقة. اللي رمزيته يعني. طبعا. لكن مش رح نبلش من عند صوتك وصدى ويا رضا وينك، رح نبلش من عند شجرة التين اللي كنت تتحمشق عليها لحتى. صحيح صحيح. أنا والدي مثل ما قلت من أوائل عازفي آلة الكمانجة في بيروت، وإلي عندي صورة للوالد حامل الكمانجة وكان بالشورت بعده بالشورت، لأنه هي الحكاية الحقيقة حكاية مؤثرة قبل الوالد. أنا عمي الكبير عمي محمد كان ضرير، كان أعمى، وكان دارج أيام الزمان ستات البيوت يحبوا يتعلموا العزف على العود، فبما أنه عمي كان ضرير فيأمنوا عليه فيفوت على الصالونات الستات ليتعلم العود، ومين كان دليله؟ الوالد. فعلى ما يبدو ستات الزواج كانوا مشغولين بزينتهم أكثر من العود، فالوالد تعلم الموسيقى وأصبح عازف كمانجة. فبلشت هيك القصص. وشجرة التين حكايتها حكاية. شجرة التين هي اللي كنت أطلع على أتسلق أعلى غصن فيها لأشوف الوالد كيف عم يعزف، لأن كان منعنا نشوفه عم يعزف. ليش؟ لأنه كان عمره 18 سنة وكان عنده حفلة بالقدس قبل الاحتلال، وأصيب بلفحة صدرية حادة جدا، وأكدوا له الأطباء أنه لا يمكن أن يستمر أكثر من شهرين. فالحمد لله يعني استعان بإيمانه بقوته وعاش لل 74 قبل ما يغادرنا، بس عاشهم بين صوتين، صوت السعلي وصوت هيك الشهيق، الأسى والمرض يعني، والأسى والمرض. فما كان بده هالشغلة كلها، وما كان بده أولاده يشوفوه كيف عم بيعزف حتى ما يتعلقوا بالموسيقى. ولكن يبدو أنه الأقدار أكبر يعني، فأطلع على شجرة التين لشوفه كيف عم يعزف، وهذه المواقف ما بنساها بحياتي. آخر شيء صار يعلمك هو العزف؟ ايه مثلا كان يكون قاعد حد ويطلع أدان الظهر مثلا، قل له على اي مقام عم بيأدن هلا، يقول لي حجاز مثلا، فانا صرت اعرف مقام الحجاز. يطلع مثلا اغني لعبد الحليم، لفريد الاطرش، لرحابني، شو هالايقاع، هيدا مصمودي، هيدا سماعي، هذا. فصار يعلمني هيك شفهيا، وما عرفان انه عم بيورطني هو بشغل اللي ما بده يعني يتعلمها. وهيك كانت الحقيقه. طيب يعني أول شيء عزفته هيك حسيت أنك عملت شيء؟ الحقيقة كان عندي محاولات خجولة جدا بمقتبل العمر، وأنا كتير تأثرت بالأغنية الفرنسية، وفي كبار بالأغنية الفرنسية صاغوا أغاني الحقيقة مختلفة، إلى علاقة بالوجع الإنساني، إلى علاقة بقيمة الإنسان، إلى علاقة بما يمكن بما دفعوا الإنسان كوقود في حروب الآخرين. لما بقول حروب يعني بحكي عن 20 مليون قتيل بالحرب العالمية الثانية، فأنه بيطرحوا أسئلة ذات طابع إنساني كبير. إلى أن ازداد الوعي أكثر، وأنا كان بيتي أنا جار المخيم الفلسطيني، وبدراستي المتوسطة درست بمدرسة إلى أثر كتير كبير بحياتي اسمها البر والإحسان، بمنطقة الطريق الجديدة اللي لازالت موجودة بمبناها جديد، أما مبناها القديم الجميل دمروا القصف الإسرائيلي ب82. ففي هذه المدرسة تعلمت أولى الأناشيد الوطنية على إيدين الأستاذ الكبير سليم فليفل، وكان له أثر كتير كبير بحياتي. وتعلمت شيء تاني، تعلمت بعض دروس من الحياة، يعني كان جيفارا والسيد قطب وأنطون السعادي ولينين وماركس وجمال عبد الناصر بتحسهم حاضرين بالملعب بالنقاشات يعني، فانفتحت الأفاق بها المدرسة. شيخ إمام كان له دور؟ طبعا الشيخ إمام كنا عم نتعرف عليه كهيك أيقونة غنائية كتير كبيرة. فبلشت أتعرف يعني على الأفكار وعلى العقائد وعلى الأيديولوجيات وعلى رموز الفنية والغنائية والنضالية الكبيرة. ووقتها بلشت البدايات أن أطلع على المسرح وغني أو مثل أحيانا. بتقول أنت أستاذ أحمد، فنانون كثر يبذلون جهدا في الإعلام أكثر مما يبذلونه في الواقع،
أنا لن أسمح للنجومية بأن تأكل وهجي، وقرر الأول الذي دفعني إلى الغناء. طبعا يعني أنا بعتقد الغناء والفن يعني كأنك عم تختصر علاقتك بالفن بهالمعادلة هاي. هلأ يمكن بشوفوا البعض فيها كتير من التعفف والتطهر، بس الحقيقة أنا مآمن فيها، وإن كنت دفعت ثمن غالي لأجله. يعني أنا دايما أنا بتعرف ربما الوحيد في العالم العربي أغني معروف أكتر مني، وأنا ما عندي مشكلة. أنا بعتبر حالي ساعي بريد، في عندي مجموعة رسائل حب، رسائل استنهاض، رسائل يأس، أحيانا رسائل حزن بحب وديها، وبهمني الرسالة توصل. ساعة البريد ما بيوصل، يعني بيوصل على العتبة. أنا ما بدي فوت على داخل البيت وصير بالإطار الصورة يعني. بس أنه بعد 33 سنة بعتقد صاروا الناس يعني تعرفوا علينا بكذا عمل، إن للأطفال أو بمناسبات رمضانية أو بمناسبات وطنية أو بأغاني ملتزمة، بعتقد حفرت بوجدان الناس. يعني قبل ما فوت ببعض التفاصيل اللي كتير مهمة يعني، بس أنا حاب أسأل هيك سؤال. أنت كأحمد كعبور ما عانيت بفترة من فترات وطأة نقد يعني عز الناس عليك، أصدقائك أو شيء، إنه كانوا يقولوا إنه أحمد اليساري راعي محل تاني بهالمعنى، كانوا يطلقوا أحكام جاهزة عليك؟ صحيح. حسيت فيها هالوطأة ولا لا؟ ايه كنت تبعها أول شيء باهتمام، آخر شيء الحقيقة ما عدت تبعها، لأنه إذا واحد يدير دينته لكل الحكي ببطل يشتغل. قصة التصنيف قصة التصنيف هيدي الحقيقة علي بلبنان تصنيفه، يعني منح شهادات وطنية وإنه ذكرت هون الرئيس السنيورة لما بيقول إنه بيعملوا فحص دم وطن يعني. فأنا بعتقد إنه بالحكي عن اليسار واليمين بلبنان في منطق يقارب التهريج أحيانا. إذا بدي عمق أكتر برأيي بقول بكل صدق وبكل صراحة ربما شجاعة، إنه نحن نعيش في بلد له شكل بلد بس ما له مضمون بلد. نحن نعيش في مجتمع له شكل مجتمع بس ما له مضمون مجتمع، والسبب الأساسي غياب الحس المواطني. فبالتالي الحكي عن يسار ويمين بصير نوع من الزجل هيك الاستهلاكي. صحيح. أنا بتقديري بلبنان كان في يسار ويمين، الآن لا في لا يسار ولا يمين. يعني إذا بدي صنف القاضي بشي بضحك، مين يمين ويسار؟ مين يمين ويسار يعني؟ بعدين مين له الحق يعطي شهادة بأي شخص فيي أو بغيري؟ أنا مقضى حياتي حملت على كتافي كل قضايا ذات الطابع الإنساني والوطني والقومي. صحيح. فأنه ما بسمح لحدا يجي يلي يمين ويسار. كمان قبل ما نرجع نفوت بالتفاصيل المهمة جدا، شو بتعني لك جنيني قدام البيت؟ أنا ورا حلو الذكريات هيك. جنيني قدام البيت، تعرف يا صديقي، الأطفال الأطفال أول ما بيوعوا، أول ما بتنمى عضلات صبيعهم، تعرف شو بيرسموا؟ بيرسموا بيت وحده جناني. مزبوط. كل أطفال العالم. صحيح. كل أطفال القارات يعني، ربما الأطفال بمجرات أخرى إذا موجودين بيرسموا بيت وجناني. أنا بعتقد هذا البيت وجناني وكأنه الطفل عم بيرسم خلاص الإنسانية. يريتوا العالم على شكل ما يرسم الأطفال، يا ريت العالم هيك على شكلة الطمأنينة اللي بيضمنها الولد أول ما هيك ينمى. الطفل بحس حاله أنه مالك الدنيا وما بده ما بده سكوك ملكية، وبحس حاله أنه حر، بحس حاله أنه مالك الدنيا، وبحس حاله أنه بده يكتشف. سرعان ما بيكبر الوعي وبيكبر معه القيود اللي بتتحول الحديقة البيت لملكية خاصة ما له علاقة فيها، وبيتحول البيت لمكان للإقامة مش لمكان للطمأنينة وللخلاص الإنساني. بس هي الحديقة اللي قدام بيتكم جنينة تحولت بلحظة من لحظات بالعام 58 لمركز تجمع. صحيح. أنا كان عمري 3 سنين وبعدني أذكر هيك مثل أطياف أبطال المقاومة الشعبية على البسطة عم بيعملوا رماية على الحيط الجنيني بالتنكي، يحطوها هيك يعلوها بالحيط ويعملوا رماية. وأنا بعد عندي صورة من هديك المرحلة، الوالد ملبسني هيك مشط
مشط وحامل بارودي أطول مني بشي مرتين يعني. بتعني لي كتير بتعني لي كتير, بس بيعني لي أكتر هلأ أنه هجناني ما عادت موجودة. ربما طالع هيك مبنى طويل عريض مثل ما عم بيصير ببيروت, عم يعني عمق المدينة بطل يشوف البحر لأنه في شواهق من البطون تمنع رؤية البحر. أستاذ أحمد, خلصت من ثانوية ال تخرجت أنا من البر والإحسان, خدت لبروفي وأمي أصرت أعمل دار المعلمين. يا أمي ما بدي أعمل دار المعلمين, يا أمي بدي أشتغل موسيقى, يا أمي معلش دار المعلمين فيها منحة شهرية 100 ليرة وبتتخرج بتتسنين بصير أستاذ مدرسة والدولة مضطرة توظفك. وأمي تحت هاجس ضغط المعيشي لأنه يعني الوالد كان كتير مريض وما عاد يقدر يشتغل, ونحن 6 بالبيت والست لازم يتعلموا, لازم يكبروا, لازم يلبسوا, لازم يأكلوا. فأصرت أمي, أنا رضخت الحياة وأنا بحبها لأمي, وعملت دار معلمين. بس ما اكتفيت يعني, أنا بسنة أولى دار معلمين كنت من 8 صباحا للخمسة بعد الظهر إجي على البيت أكل لقمة, ومن 6 للعشرة أدور السجون بالليل. سنة تانية درست بكالوريا بالليل, سنة تالتة درست فلسفة بالليل. النهار الدراسي بيبدأ 8 يخلص 12 بالليل, وإجي بالليل ولد يعني أدرس للمنهجين. فخدت الاسم التاني دوزيام بارتي, وبعدها فت على الجامعة درست مسرح. أنا هلأ ناس بيعرفوني موسيقي بس الحقيقة دراستي مسرح. دراسات عليا في قسم التمثيل قسم المسرح. هذه هلأ اكتشفنا. ايه يعني أنا الحقيقة بحب كتير المسرح, وتعرفت بالجامعة على كبير من لبنان الحقيقة. كبير هو يكبر الآن بسكوته, هو يعقوب الشدراوي. الأستاذ يعقوب الشدراوي الحبيب الأب الصديق اللي علمني قديش علاقة الفن بالإنسان, قديش علاقة الفن بالحرية, وقديش علاقة الفن بالخلاص الإنساني. كانت فرصة لأتعرف على كبار وأبرزهم بالنسبة لي يعقوب الشدراوي اللي للأسف كبير من كبار لبنان, ها هو ينزوي وحيدا الآن والناس مشغولة بمهاتراتها السياسية السخيفة. مزبوط. طيب طالما تعرف على الكبار, كيف تعرفت على التوفيق زياد؟ الحقيقة الغريب أنه لم ألتقيه يوما. أنا بال75 أول ما نشبت الحرب ألفت لجنة نكنسط طرقات ونأمن طعومي للأولاد ونروح التعاونات نجيب سكر ورز نمرقن على البيوت, لأن بتعرف كان القصف عشوائي ومحاور وقطع طرقات وسالكي وآمني وإلى آخره. فألفت لجنة ومرة خدت معي كتاب توفيق زياد وكانت مقطوعة الكهرباء, بدي أقرأ بالليل يعني على مركز اللجنة, بدي أقرأ بالليل مرة الوقت على الشمعة. فقريت أول قصيدة تاني قصيدة حتى وصلت على قصيدة عنوانها أشد على أيديكم. قلت ما معقول أنه هالكلام يبقى رهين الكتاب. وأنا اللي بحياتي بوقت ما كنت بفكر كون مغني أو ملحن, عاد دندن ولحنت ومثل ما بيقولوا آل الكريم خود يعني فلحنت وخدت عند الوالد, والوالد قال لي هيتك تورطت مثل ما تورطت. وأذكر تماما أول مرة تغنت وناديكم في مستشفى ميداني.
عليكم وأقول أبديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أبديكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم وأهديكم ضياع عيني ودفء القلب أعطيكم فمأساتي التي أحيا نصيبي من مآسيكم أناديكم إذن أناديكم أشد على أيديكم بعدها كرت المسبحة وغنيتها مثل ما قلت لك بمستشفى ميداني. أول مرة غنيتها طلب مني أرجع عيد غنائها 7-8 مرات وأنا أقول ليش يعني بقولوا لي هيك وانتشرت الأغنية وقلت خلص فالأصدقاء يقولوا لي إنه شو عملنا بعد أناديكم شو عملنا ففعلا كرت الصبح يعني وكانت وقت المناخ هيك في جو سياسي ومشاريع سياسية وجبهات سياسية وأنا كنت في مقتبل العمر وكلني نشاط وحماس وبدي أعبر عن حالي وأعبر عن جيلي. طيب الأغنية الثانية اللي لقت استحسان لدى الجمهور شو هي؟ الأغنية الثانية الحقيقة أغنية إلها علاقة بالقضية الفلسطينية. بيوم الأيام أنا وصديقي حسن ظاهر ابن كفر رمان عم نقرأ الجريدة هذا عم نحكي أواخر 75 شفنا صورة لصبية مراهقة طفلة يعني لابسة عينات وما بتسمي قلت أنا شو ليش حاطين صورة الصبية مين هاي فعم نقرأ وأز بيقولوا أنه هذه لينا النابلسي اللي سحقتها الدبابة الإسرائيلية ورايحة المدرسة فكتب وقت حسن ظاهر لينا كانت طفلة تصنع غدها لينا سقطت لكن دمها ولحنتها وكانت كمان الأغاني اللي راجت كتير. إذن كيف أسهم أحمد قعبور في مزج الثقافة بالعمل السياسي يوم غنى كارل ماركس في الطريق الجديدة في الحلقة المقبلة من برنامج حكايات من إذاعة لبنان؟ على هذا نختم حلقة اليوم. لا يسعني في الختام إلا أن أشكر ضيف البرنامج الفنان المبدع أحمد قعبور ونشكر حسن سماعكم ومتابعتكم. أتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها وإلى اللقاء. استمعتم إلى حكايات. حكايات أعده وقدمه أحمد مزنر. إخراج علي العشي.